أنا عائشة ياسين ومديرة مدرسة براعم المستقبل مخيم صلاح الدين خربة الجوز حدود سوريا التركي. طبعا احنا مدرستنا هي انشئت من حوالي 3 أعوام، عدد الطلاب 378، الكادر التدريسي عندنا 19 يشمل إداريين مستخدمين. المدرسة للأسف لحد هلأ عملها التطوعي، الكادر ما عم يلاقي داعمين، والتلاميذ أحيانا تجي بعض المنظمات بتغطي قسم منه في ما يخص القرطاسية. نحن بالمدرسة هون بحاجة لعدة أمور، وهلأ الأحوج نحن لإله هو أكتر شيء هلأ التدفئة، كون الدنيا جاي على تلج ومطر، لحد هلأ لسه ما قدرنا نأمن شيء يناسبنا ويكفينا، هو بالأصل ما أمننا شيء. بيلزمنا كمان إنارة لأنه الغرف عنا صغيرة، وبالشتاء بشوف بصير عتم كتير، فحاجة إنارة ضروري. وعنا بالمدرسة عبارة عن 5 شعاب صفية، غرف إسمنتية وعنا خيمة، فنحن بحاجة لأنه نحول هاي الخيمة لغرفة صفية. قامت اليوم مؤسسة رحمة بتوزيع الثياب الشتوية لطلاب هذه المدرسة من جوافي وقبعات، جزاهم الله كل خير.